فرعون حدا اخبارك معتمد سياسي ثاني يا راس الشعب نقوله هو المسؤول عن البيت اليزيدي شيخ والله عبد السلمان سيد السيستاني شاوا يا يقول السيد السيستاني شنو اخباره ان شاء الله سيد بارك الله فيكم شهداكم الله يحفظكم يا رب السلام قال لك المناشدات التي وصلت إلى مكتب المرجعية العليا في النجف الأشرف لمساعدة الأخوة الأزيديين في هذا المخيم الواقع في جبل سنجار تقريبا أعلى منطقة أو آخر منطقة من حدود البلد المحاذية إلى سوريا، حيث الجو البارد والعوز الذي تمتاز تتصف به العوائل حقيقة، قلة المواد وقلة التجهيزات، فكلفت المرجعية لجنة الإغاثة بجلب مواد غذائية على هيئة سلات متكونة من 8 مواد وأيضا بطانيات تتوزع على العوائل المحتاجة، حيث تم التنسيق مع الأخوة الموجودين في المخيم وبعض الطلبة الموجودين في سنجار، والحمد لله تعالى الآن عملية التوزيع جارية. وهذه اللفتة الأبوية من قبل المرجعية العليا حقيقة هي ليست الأولى ولا الأخيرة، والحمد لله هذا العمل والبرنامج مستمر منذ نشوء هذه الأزمة، أزمة النزوح وأزمة التهجير، فنسأل الله عز وجل أن تنقضي هذه المحنة وتنتهي هذه المحنة حتى يعود الأهالي إلى مساكنهم وإلى مدنهم بحوله تعالى. اليوم نحن في جبل سنجار في بالتحديد في مخيم سردشتي. هذا المخيم يقطنه أكثر من 1000 عائلة نازحة من المكون الأيزيدي. كان لنا اليوم شرف الرفقة مع وفد مكتب سماحة آية الله العظمى السيد المرجع الديني الكبير السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف. الحمد لله والشكر هؤلاء الأخوة في مخيم زردش في مخيم سردشتي قدموا برقية إلى مكتب سماحة آية الله العظمى مكتب المرجعية الدينية، طلبوا فيها إغاثة. الحمد لله والشكر مكتب سماحة آية الله العظمى المرجعية الدينية العليا استجابوا هذه الإغاثة، وها نحن اليوم وصلنا إلى هذا المخيم وقمنا بتوزيع المئات من سلات الغذائية وأيضا البطانيات على الأخوة
من المكون الأيزيدي، علما بأن المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، هم أخذوا على عاتقهم خدمة المستحقين والفقراء والنازحين من غير تفرقة بين المكونات والمذاهب والديانات. هذه اللجنة، لجنة الإغاثة التابعة إلى مكتب سماحة آية الله العظمى المرجعية العليا، هم من عام 2015 ولحد هذه اللحظة هم يذهبون إلى كافة المخيمات، سواء كان المخيمات من أنفسنا السنة أو من المكون الأيزيدي أو من الأخوة المسيح أو من الشيعة، أينما اقتضت المصلحة، أينما وجد المستحقين، لجنة إغاثة، اللجنة الإغاثية التابعة لمكتب سماحة المرجع الديني السيد السيستاني دام ظله الشريف يذهبون إليهم ويسارعون إن شاء الله ويلبون ويقدمون لهم الخدمات ويقدمون لهم المواد الغذائية والبطانيات وإلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعل كل ذلك في صفحة حسناتهم إن شاء الله. نحن هنا في قضاء سنجار، نحن كخدمة المرجعية الدينية تشرفنا بمرافقة هذا الوفد، وفد الإغاثة، إغاثة التابعة لمكتب سماحة السيد السيستاني، وإن شاء الله تعالى نحن نسعى إن شاء الله أن نغطي كل الأخوة المحتاجين في قضاء سنجار وفي خارج سنجار أيضا. شرف بكادر قناة كربلاء الفضائية ولدورها الرائد الوطني بتغطية أحداث منطقة جبل سنجار وبالذات مخيم جبل سنجار، ونحن بدورنا ومن خلالكم ومن خلال أعلامكم ومنبركم الإنساني الحر دائما ينقل الحقيقة وصوت المواطن العراقي، نشكر المواقف الإنسانية للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة السيد السيستاني دام ظله، وبدورنا نحن كأنكم إبراهيم خديدة قاسو متحدث إعلامي باسم البيت اليزيدي في جبل سنجار، باسم الرئيس البيت اليزيدي وأعضاء البيت اليزيدي وباسم جماهير مخيم جبل سنجار، نوجه شكرنا وتقديرنا إلى المراجع العليا بالمرجعية الدينية الرشيدة، وبواسطة الشكر موصول أيضا إلى السيد جوال ممثل المرجعية في سنجار، ونحن بدورنا نأمل أن يصير تواصل بين المرجع وبين المخيم، قيادة مخيم جبل سنجار متمثل ببيت اليزيدي، لأن هذا المخيم منذ 3/8/2014 يعاني ما يعانيه المخيم من قلة الخدمات، ونحن بدورنا نشكر جهودكم لخدمة العراق العظيم، وبارك الله فيكم.
نشكر جهود المرجعية الرشيدة المقدسة على نداءنا على مساعدة أهلنا في جبل سنجار الذين عانوا من إبادة الداعش، ولحد الآن المرجعية وقف معنا ورسالة وتكلف نداءنا ووقف مع نداءنا وتعاونوا مع المساعدات الإنسانية على العوائل الفقيرة واليتامى على جبل سنجار. نشكر جهودهم على موقفهم. نشكر المرجعية الرشيدة على هذه المبادرة بأنها ساعدت هؤلاء المحتاجين، هؤلاء النازحين في هذه الأجواء الشتوية الصعبة الباردة، بأنها وزعت عليهم بطانيات وبعض المواد الغذائية ومساعدات أخرى. نشكر من سماحة السيد سيستاني مكتب الإغاثة، جابونا البطانيات والسلة الغذائية إلى مخيم سردشتي في قمة جبل سنجار في سنجار محافظة الموصل. نشكر وممنون منه.